حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها ذكرى تخرج من معتقلات الحوثيين وتصل إلى عدن. فنان يمني يستخدم الجدران المدمرة كلوحات لتوثيق يوميات الحرب. وفي أخبارنا المنوعة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب نقص في القهوة. أهلا بكم. بينما كانت ذكرى في معتقلات ميليشيا الحوثي تغير عالمها خارج الأسوار، توفي أخوها ولم تعرف إلا حين خرجت، ولم تكن أسرتها تعلم أين ابنتهم. وفقا لموقع الصحوانت، ذكرى سعيدة المفرج عنها من سجون الحوثي تصل عدن وتسرد تفاصيل اختطافها. يقول الموقع أن محافظ الحديدة الحسن علي طاهر استقبل بالعاصمة المؤقتة عدن المفرج عنها ذكرى سعيد، والتي تم اعتقالها أثناء مزاولتها مهنتها مع إحدى المنظمات الإنسانية في محافظة الحديدة. وقالت ذكرى إنها تفاجأت لدى خروجها بموت شقيقها عقب اختطافها من إحدى شوارع مدينة الحديدة، وذكرت أنها تعرضت للإخفاء ولم تكشف الميليشيا عن مكان اختطافها وأسباب الاختطاف للأسرة التي كانت تبحث عنها في كل مكان بلا جدوى. وحملت ذكرى ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية لما جرى لها وتبعات ذلك، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القيادات الحوثية التي وجهت وأقدمت على اختطافها. زادت لقاءات الدبلوماسيين الغربيين بالمسؤولين في الحكومة اليمنية في مهمة لإقناعها بنشر قوات دولية تشرف عليها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي البلاد، وفقا لموقع يمن مونيتور والذي عنوان جريفيث والدبلوماسيون في مهمة إقناع الحكومة اليمنية بنشر قوات دولية في الحديدة. وحسب مسؤول حكومي فإن رئيس لجنة إعادة الانتشار قدم رؤية لنشر قوات دولية في مدينة وميناء الحديدة على خطوط الاشتباكات بما يسهل مرور الشاحنات من ميناء الحديدة. ولفت المسؤول الحكومي في حديث اليمن مونيتور إلى أن جريفيث طرح الموضوع على الرئيس اليمني، كما التقى السفير الروسي فلاديمير دوشكين بوزير الدفاع اليمني محمد المقدشي في الرياض، ودعا الأخير إلى نشر قوات الأمن الموجودة عام 2014 في المدينة والميناء، أي قبل دخول الحوثيين المدينة والسيطرة عليها، وهو ما يرفضه الحوثيون تماما. كما التقى السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح. وبحثت اللقاءات بحسب وكالة سبأ رسمية تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصا ملف وخطة إعادة الانتشار في الحديدة عقب فشل الكثير من المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة بسبب رفض الأطراف اليمنية الموافقة عليها. خلال شهر واحد منعت الخارجية اليابانية صحفيا يابانيا من السفر إلى اليمن وسحبت منه جواز السفر في المرة الأخيرة. وقد كتبت الصحفية رافائيل بريو مراسلة صحيفة ليبغاسيون الفرنسية في طوكيو مقالا عن لقائها مع الصحفي الممنوع من زيارة اليمن. وقالت في مقال ترجم خصيصا لقناة بلقيس: عندما سألت الصحفي الياباني كوسوكي توسو نيوكا الممنوع من زيارة اليمن عما إذا كان سيصبح متاحا لإجراء مقابلة، فضل الرد بابتسامة قائلا: لقد تم إلغاء رحلتي وأصبح لدي متسع من الوقت. أراد الصحفي المستقل تغطية البرامج الإنسانية والظروف المعيشية للسكان بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب، وهو يدين انتهاك حقوقه الدستورية. ينص القانون على أن بإمكان الحكومة أن تأمر المواطنين بتسليم جواز السفر إذا كانوا يسعون إلى دخول بلد تم إبعادهم منه. إنه أمر غريب للغاية. هذه المرة لم أذهب إلى عمان ولكن إلى الدوحة قطر. لم يكن على الحكومة القيام بذلك. كوسوكي توسونيوكا 49 عاما متخصص في الصراع في الشرق الأدنى والأوسط واعتنق الإسلام، وقد تم اختطافه واحتجازه كرهينة لمدة 5 أشهر في شمال أفغانستان عام 2010، كما اعتقلته سلطات منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق عام 2016 لصلته المزعومة مع جماعة الدولة الإسلامية الجهادية. توضح الحادثة الأخيرة الخلافات المتكررة بين المراسلين الساعين لتغطية مناطق الحرب والحكومة اليابانية التي تعتبر أنه من الخطر جدا الذهاب إلى هناك. على مقياس مخاطر السفر لدى وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، تحتل اليمن المرتبة الرابعة وهي الأكثر خطورة، مما يشير إلى أنه يجب على جميع المواطنين المغادرة الفورية وتجنب التحركات هناك مهما كان الغرض منها. منزعج من عدم الاهتمام الذي توليه وسائل الإعلام اليابانية حول اليمن، شعر كوسوكي توسونيوكا بأنه مضطر لزيارة هذا البلد. يقول:
كنا مسبقا حوالي 40 صحفيا متخصصا في الحرب منذ 15 عاما، نحن الآن 4 أو 5 فقط، معظمهم مستقلون. يسألني اليابانيون باستمرار لماذا أريد الذهاب إلى هذه الدول، لكن لا أحد يسأل الخباز لماذا يخبز خبزه. وظيفتي هي تغطية مناطق النزاع، لذلك أذهب إلى هناك. يعنون موقع المشاهد نت حول فئة مهمة من ثوار فبراير الذين حملوا الراية وخرجوا لأجل مستقبل أفضل لبلادهم، لكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم كما خرجوا، بل عادوا محملين بجرح لا يفارقهم. جرحى ثورة فبراير ضحايا منسيون، ويسرد الموقع قصة أحد الجرحى، فبعد مرور 8 سنوات من عمر ثورة فبراير الشبابية السلمية، ما يزال الجريح رشاد العواضي يعاني من إصابته التي تعرض لها أثناء مسيرة سلمية بشارع جمال بمدينة تعز. المؤسف أني واجهت صعوبة بالغة في استكمال العلاج، وبعد جهود كبيرة بذلتها مديرة مؤسسة الجرحى بصنعاء بلقيس سفيان، تم إرسالي إلى القاهرة لاستكمال العلاج، وعندما انتهت المبالغ المالية التي كانت بحوزتنا اضطررت للعودة أنا واثنان من زملاء الجرحى بدون علاج. ويقول الموقع إنه في 11 سبتمبر 2013 صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، لكن نشاط الصندوق لم يستمر طويلا بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة. وفقا لموقع عدن الغد، فإن أغرب عملية سرقة حدثت منذ أيام في عدن، وعنوان الموقع أطرف عملية سرقة حول العالم حدثت في عدن تعرف عليها. وقال الموقع إن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي حينما تعرض زيت الزهر لعملية سرقة سيارته الواقفة أمام محل الكمبيوتر الذي يملكه بالقرب من سوق شمسان بعدن. وقال الزهر لعدن الغد إنه أوقف سيارته ظهرا هناك ليفاجأ بقيام مجهولين عند عودته بكسرها وسرقة ما بداخلها، حقيبة فيها لابتوب وأموال وشاشة تلفزيون. ورصد الزهر مكافأة مالية لمن يعثر على مرتكبي جريمة السرقة هذه. وبعد يومين من الحادثة فوجئ الزهر بدخول شخص إلى المحل الخاص به حاملا شاشة وجهاز كمبيوتر ويعرضها للبيع. يضيف الموقع تفاجأ الزهر بأن الشاشة والكمبيوتر هي ذات الأجهزة المسروقة منه، وتمكن من استعادتها من الشخص الذي قام بسرقتها في واقعة هي الأغرب على الإطلاق. يا عقلاء اليمن، أما أنا لكم أن تتحدوا؟ تحت هذا العنوان كتب محمد صالح المسفر مقاله في صحيفة الشرق. الحوثيون يعتقدون بأنهم الأولى بالحكم في اليمن، وما عداهم يكونون في خدمة السلطة الحوثية، وهذا أمر لن يكون مقبولاً في القرن 21 لكل أهل اليمن. 4 سنان عجاف ونيف، واليمن يعيش في حرب ضروس، فلم يستقر اليمن للحوثي وأتباعه رغم كل الدعم المادي الذي يصله من الخارج، وكذلك الدعم السياسي من برلمانات وحكومات دولية كلها تدعو إلى وقف القتال. كذلك الحال بالنسبة للحكومة الشرعية التي قامت بالحرب من أجل استعادة شرعيتها وعودتها إلى العاصمة صنعاء. إنها حكومة لا تهش ولا تنش، لأن القرار سحب من يدها بغير إرادتها. إلى جانب ذلك نلاحظ أن دول التحالف الرئيسية تنشئ لنفسها ميليشيات محلية ومجالس انتقالية وقوات أحزمة أمنية وتمدها بالمال والسلاح من أجل أن تحمي تلك الميليشيات غير القانونية مصالح تلك الدول. هل يعود العقل اليمني إلى مكانه الطبيعي ويقرر جميع الفرقاء في اليمن العودة إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع ممثلي فئة الشعب اليمني السياسية وقد اتفقوا على صياغة تلك الوثيقة الوطنية الهامة ولم يبقى إلا تطبيقها، وإعلان إنهاء الحرب ودعوة دول التحالف لمغادرة اليمن وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية؟ آخر القول، لن يكتب النصر لدول التحالف في الحرب في اليمن، ولن يقبل اليمنيون شمالا وجنوبا بهيمنة أي قوة على أرضهم، ولن يعترفوا بأي اتفاقيات أو معاهدات توقع مع الحكومة اليمنية الراهنة، والحل الأمثل عقد مؤتمر وطني يمني لكل أطراف الصراع يشبه مؤتمر صرواح في ستينيات القرن الماضي للخروج من المأزق الذي يعيش اليمن في بوتقته.
إلى موقع شبكات CNN الأمريكية، والذي كتب عن فنان يمني أحاول مواجهة الحرب بفنه. وعنون الموقع: فنان يمني يستخدم الجدران المدمرة كلوحات لتوثيق يوميات الحرب. ويقول الموقع: يستعين الرسام اليمني مراد سبي بألوان الأكريليك والبخاخات للرسم على الجدار شبه الصامد في إحدى مناطق اليمن. ويتحدث الموقع عن شخصية رسمها سبي يلتصق فيها الجلد بالعظم، وبدت هزيلة لا قوة لها، بينما يبدو شعر الشخصية متطايرا بلا مبالاة، ويحتل السواد بياض العينين، في إشارة إلى التجارب التي عاشها الرسام خلال الحرب في اليمن. ولا تتربص ويلات الحرب بفن سبيع دائما، إذ تخترق الألوان المبهجة أعماله الفنية بين الحين والآخر، حيث هدف أول مشروع له حمل عنوان لون جدار شارعك، والذي بدأه في عام 2012 إلى محو الصراع الذي حصل في موقع اللوحة وإخفاء أثار الدمار على الجدران. وبدأ الفنان اليمني بالرسم وحيدا في بداية الحملة، إلا أنه بعد أسبوع من العمل تقريبا بدأ أهل المنطقة بالانضمام إليه، واعتبر سبيع الحملة الفنية كرنفالا لونيا فريدا من نوعه بسبب تواجد الناس. أما فيما يتعلق بحيثيات الرسم على الجدران في اليمن، فقال سبيع لموقع CNN عربية: إنه من الضروري زيادة الحائط أو زيارة الحائط قبل البدء بالرسم، وذلك بهدف التشبع بالقصة وتكوين علاقة مع الجدار. سياسيا، تعنون صحيفة العرب الجديد: الحكومة اليمنية تتهم جريفيث بعدم الجدية في التعامل مع الحوثيين. وقالت الصحيفة إن الحكومة اليمنية هاجمت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث، واتهمتهما بعدم الجدية في التعامل بحزم مع الحوثيين في تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة غربي اليمن. ويوم الخميس الماضي أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغيريك عن القلق إزاء رفض الحوثيين تمكين موظفي المنظمة الدولية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر منذ سبتمبر 2018 عبر قطع الطرق المؤدية إليها. وأفادت مصادر حكومية بأن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اجتمع مع جريفيث لبحث مستجدات تنفيذ اتفاق السويد، والذي يواجه ما يشبه طريقا مسدودا في الحديدة، وتسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق اختراق جديد بشأنه. عن أطفال اليمن، كتب الكاتب السوري عبد الرحمن كيلاني مقاله في موقع سوريا، مضيفا في أجزاء من المقال: كيف أصف أطفال اليمن؟ وكيف أشرح مصيرهم؟ وهل يجمع ماء البحر في كأس ماء؟ أم هل يختصر الألم في كلمات معدودة ومقالات مسرودة وصور منثورة وأفلام منشورة؟ وبعد، ما قصة المجاعة في اليمن؟ آلاف الأطفال في اليمن؟ هل قلت آلاف؟ عفوكم سادتي، بل ملايين الأطفال في اليمن مقبلون على هاوية الموت، يعاركون المرض والجوع ويعاركهم، ويطلبهم الموت فيدفعونه. لكن المرض إذا فتك بالمريض عصره عصرا، وسلب منه العافية وأخذ منه الهناء وطرح عليه العناء، فكأنه على سرير فراشه من الشوك لا يستقر الجنب عليها ولا يهنى. أطفال امتص الداء أجسادهم وذوب أركانهم وعطل حياتهم وعصرهم الجوع عصرا، فلم يبقي منهم لحما ولا شحما، فالتصق الجلد بالجلد وذاب اللحم وظهر العظم وجحظت العين وبرزت كأنها تحت مجهر. تذوب أجسادهم يوما بعد يوم كما تذوب الشمعة، وتغور أعينهم من الجوع كما يغور النبع الذي جف معينه، ويمشي الموت في أعضائهم فيموتون ألف مرة قبل أن يصلوا إلى الموتة الأخيرة. تحسبهم أمواتاً وهم أحياء، ثم تحسبهم دماً فإذا هم بشر يتحركون. سلب من الفتاة أنوثتها، ومن الشاب قوته وعنفوانه، ومن الشيخ حكمته. غير المرض أشكالهم وأظهر عظامهم وأسقط شعرهم، فتعذر عليهم الكلام وصعبت عليهم الحركة وثقل عليهم الحال، وما بقي إلا أن يموتوا ليصبحوا لقمة طرية تمضغهم الأرض عندما يدفنون فيها. ألا يوجد لهذا الطفل أم يتلظى قلبها جمرا عليه؟ تموت مرتين قبل الممات، مرة من جوعها ومرة من تمزق قلبها حزنا على ولدها الذي يذوي ويذوب بين يديها. فمن المسؤول يا أيها الناس عن هؤلاء؟
في قرار غريب أصدر رئيس بلدية في شمال فرنسا كما جاء في موقع شبكة بي بي سي حظرا على نباح الكلاب المتواصل في محاولة للحد من التلوث السمعي. وبدأ تطبيق القرار من يوم الاثنين، وينص على تغريم صاحب الكلب الذي ينبح بشدة وبشكل متكرر لفترة طويلة حوالي 68 يورو. ويقول العمدة جان بيير استيان إن الحظر جاء بسبب نباح الكلاب المستمر ليلا ونهارا، مما تسبب في وجود وضع لا يحتمل في القرية. وشدد القرار الذي أصدره المجلس المحلي في وقت سابق من هذا الشهر على ضرورة عدم ترك الكلاب في أماكن مغلقة بدون مالكها ليوقفوا نباحها الطويل أو المتكرر. ويأتي القرار في أعقاب التماس قدمه السكان ضد إحدى السيدات بسبب كلابها. وأدان ستيفن لامارت رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الحيوان هذه الخطوة ووصفها بأنها لا طائل منها. وقال لامارت لصحيفة لوموند الفرنسية: إذا كان للكلاب أفواه فهي موجودة حتى تتمكن من النباح. واعتزم تقديم استئناف على القرار في المحكمة المحلية. أجبرت طائرة تابعة لخطوط جيت 2 متجهة إلى إسبانيا على الهبوط في إنجلترا، والسبب كما تقول صحيفة الشرق الأوسط عدم وجود ماء كاف لإعداد الشاي والقهوة للركاب. الرحلة التي انطلقت من غلاسكو في اسكتلندا اضطرت إلى تغيير وجهتها بعد قليل لتهبط في مانشستر، وذلك بعد اكتشاف مشكلة المياه. مسافرة على الطائرة تدعى صوفي كلير علقت على الموضوع في تغريدة على صفحتها الشخصية: الطائرة اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مانشستر لعدم وجود ماء كاف لإعداد المشروبات الساخنة. يا للهول، قدموا عذرا مقبولا المرة المقبلة. راكبة اسمها كوليت كونولي قالت: أشعر بالغضب مما حدث، أفسدوا عطلتي قبل أن تبدأ، الأولاد يبكون، شكرا لكم. شركة الخطوط الجوية اعتذرت عن الواقعة وقالت إن المسافرين نقلوا على وجه السرعة إلى طائرة أخرى بعدما هبطت الطائرة في مانشستر مباشرة، ثم توجهت إلى تنيرفي وحطت بأمن وسلام ولم ينجم عن الحادث العارض إلى تأخير بسيط. هل يمكن التقاط صور الحيوانات تبدو فيها بطريقة عفوية وبتصرفات تشبه كثيرا سلوك البشر؟ الإجابة نعم، والدليل هذه الصور التي التقطتها عدسات المحترفين في صحيفة الجارديان. إلى الصور. وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.